وفي سهرة غنائية مميزة جدا الحقيقة، شهدت تنوع كبير جدا من كل ألوان الطرب والموسيقى. تألق أمس 3 من أروع نجومنا، يمكن المطربة الجزائرية كانت البداية مع سعاد دماسي، وانطلقت بالجمهور لعالم من الموسيقى الرائعة والإحساس الراقي جدا. بعدها طل علينا فريق مسار إجباري ب يعني 17 سنة من ارتباط الجمهور الكبير بيه، وعملوا واحدة من أنجح حفلاتهم الصيفية. وبعدين كملنا هذه الليلة الغنائية الرايقة جدا مع الفنان حمزة نمرة اللي طل على الجمهور بأغنية رايق في ليلة استثنائية، وغناء يعني حاضر في القضية الفلسطينية بشكل كبير. شفنا ده من خلال الأغاني اللي قدمت لو ابتدينا مع الفنانة سعاد ماسي، ويعني الأغاني الكتير اللي قدمتها سلام مسك الليل، وتألقت طبعا وأبدعت في غناء يا أنا يا أنا رائعة اللبنانية فيروز، وتفاعل معاه الجمهور بشكل كبير. وبعدين طل فريق مسار إجباري وغنوا لشهداء فلسطين، والكل شهيد خرج ولم يعد، زي ما قال النجم هاني الدقاق نجم فريق مسار إجباري، وتفاعل معاه الجمهور بشكل كبير وغنوا كل الأغاني اللي الناس بتحبها، تقع وتقوم وكانت هتفرق في الوداع ونص الحاجات، وأغاني كتير يعني الجمهور بيعشقها وبيتفاعل معاها بشكل كبير. وبعدين الفنان حمزة نمرة وإطلالة مسرحية على مسرح اليو أرينا فرقت كتير، ووجوده فرق كتير في هذه النسخة تانية من مهرجان العالمين، وغنى أغاني كتير الناس بتحبها، داري يا قلبي وأغاني كتير، ويمكن أعاد كمان أغنية الفنان أحمد منيب وغناها قبل كده الفنان الكينج محمد منير، والناس تفاعلت معاه بشكل كبير. وغنى هو وفريق مسار إجباري رائعة سيد درويش، ويعني أهو ده اللي صار، وكان في تفاعل كبير من الجمهور اللي حضر ليلة طربية استثنائية مميزة أمس على مسرح اليو أرينا، المسرح اللي يحمل يعني حقيقة تجهيزات ضخمة تستوعب الشكل ده من الحفلات. ويمكن لو حضراتكم تابعتوا على مواقع التواصل الاجتماعي أغنية الشهداء كانت شغالة لفريق مسار إجباري، كانت بتظهر الصور على كل شاشات المسرح. فالحقيقة أن القضية الفلسطينية حاضرة من البداية في النسخة الثانية من مهرجان العالمين، وطبعا تابعنا في البداية المؤتمر الصحفي للشركة المتحدة، ويعني التصريح الخاص بأنه 60% من عائدات هذا المهرجان لصالح القضية الفلسطينية. فدايما القضية الفلسطينية حاضرة على كل أرض مصرية هنا في مدينة العالمين الجديدة ومهرجان العالمين في نسخته الثانية والاستثنائية، اللي الحقيقة دايما الفعاليات مختلفة ودايما الفعاليات متنوعة، وده يمكن يعني بيميز النسخة دي بشكل كبير، هذا الكم الضخم من الفعاليات الرياضية والثقافية والفنية والفعاليات الخاصة بالأطفال، ويمكن دي حاجة مبهرة. مهرجان نبتة في النسخة الثانية من مهرجان العالمين الحقيقة مهرجان مميز جدا، ويمكن شفنا يعني فرحة الأطفال بافتتاح مهرجان نبتة واستقبال شخصية كيكو شخصية المهرجان للأطفال، وقد إيه كانوا منبهرين بالورش اللي بتقدم، وابتدينا بورش الحكي والفنانة سوسن بدر، ويمكن هم أصلا مقابلتهم للفنانة سوسن بدر والفنان أحمد أمين وكل الفنانين اللي بيحبوهم والمشاهير الكتير اللي كانوا حاضرين في افتتاح مهرجان نبتة أسعد الأطفال بشكل كبير، حسسهم قد إيه إنه هنا فيه اهتمام كبير بالنشء، ومهم كمان انه الاهتمام ده يكون بلغه تناسب اطفال العصر ده، بلغه تخليهم يقدروا انهم يبدعوا، يقدروا انهم يفكروا، يقدروا انهم يعني يخلقوا من ابداعهم ده حاجات كتير تفيدهم. يمكن من الحاجات كتير الاطفال بيحبوها وهي الصلصال وازاي يلعبوا بيه وازاي يعملوا شخصيات كرتونيه، هيكون في ورشه خاصه بده تستمر معاهم لحد ما يوصلوا بالشخصيه الكرتونيه دي انهم يخرجوا وينفذوا معاها من خلال الورش اللي هتقدم في مهرجان نبته. فالحقيقه هو نقطه للامام في النسخه الثانيه من مهرجان العالمين، ويميزوا بشكل كبير هذه النسخه يعني مساله مهرجان نبته واستقبال كل اولياء الامور المصريين والعرب والاجانب لمهرجان نبته، وسعادتهم الشديده انه دايما كانوا بيبقوا مش عارفين
الولاد هتعمل ايه او هتروح فين، فوجود فعاليات خاصه بالاطفال الحقيقه نقطه مهمه جدا لكل الاسر المصريه والعربيه اللي متواجده في مهرجان العالمين. فعاليات كتير متنوعه، يمكن برضو الفعاليه اللي الناس كلها بتتكلم عنها واللي ابتدت بالفعل بايتس باي سي، والحقيقه بايتس باي سي دي فعاليه مهمه جدا، والاكل والاكيله، ودايما لما بتروح تزور بلد معينه بيبقى شغلك الشاغل انك تدوق اكل البلد دي وتعرف اكتر عن ثقافتها وعن هويتها وعن حضارتها من خلال الاكل. طبعا المهرجان بيقدمه يعني باقة كبيرة جدا من ألمع وأشهر الشيفات المصريين والعرب اللي الناس بتعشقهم وبتتابعهم بشكل كبير جدا. يعني عندنا شيف شربيني، نجلاء شرشابي، نورا السادات، يعني نرمين هانو، كتير جدا جدا من الشيفات اللي موجودين، أميرة شنب، غير التلي، مش عايزة أنسى حد يعني، لكن نجوم كبار في الوطن العربي وفي مصر الناس كلها بتحبهم، هيشاركوا في تقديم كل الأكلات اللي هتقدم في مهرجان بايت باي ذا سي، والناس تتابع ده بشغف شديد لانه دايما بنبقى عايزين نعرف اكتر عن النجوم دول، كمان عن قرب لما نشوفهم بيعملوا لايف كوكينج هيفرق كتير في كل المتواجدين. كمان هيتم تقديم اكلات من بلاد تانية على ساحل البحر المتوسط، اليونان وايطاليا واسبانيا والمغرب وكتير جدا من اكلات الدول دي. فالحقيقه المهرجان ده برضو واخد صدى كبير وعامل ردود افعال كبيره، وزي ما بقول لحضراتكم هي حاله التنوع الشديد اللي موجودة، بطولة الغطس، مغامرات الفضاء اللي ابتدت بالفعل. الحقيقة طول ما انت ماشي في مدينة العالمين، في البحر، في الأرض، في الجو، هتشوف فعاليات مبهرة وحالة كبيرة من البهجة موجودة في المدينة صنعها مهرجان العالمين، وأصبحت هي دي الصورة اللي قدام العالم كله لهذه المدينة اللي يمكن من سنوات قليلة ما كانش ده صداها وما كانتش دي سمعتها الدولية. حجم التأثير ده في الاستثمار داخل واحدة من أهم وأحلى الوجهات السياحية على ساحل البحر المتوسط، ده تأثير يعني قوي وواسع جدا، واسع مدى واسع. احنا بنشوف الاستثمارات في الساحل الشمالي وصلت لحد رأس الحكمة، وحجم المشاريع الكبيرة اللي احنا بنشوفها، وده مهم جدا وعوايده الاقتصادية مهمة جدا، ويمكن ده كان يعني هدف كبير لهذا المهرجان، الترويج السياحي لهذه الوجهة السياحية الفريدة على ساحل البحر المتوسط. واحنا دايما مستمرين مع حضراتكم في نقل الفعاليات ونقل الصورة الرايقة المبهجة لهذه المدينة الساحرة، مدينة العالمين، على قد ما نقدر هنكون موجودين في كل الفعاليات. ويمكن تابعتوا الأيام اللي فاتت رالي السيارات، ويعني بيمتزج هنا صوت موتور السيارات مع صوت المزيكا، فهو ده التناغم وهو ده التنوع اللي موجود في النسخة دي من مهرجان العالمين.